انه طبعا عندي هنا بقول عمر is telling وليد about his mother who was ill. بيتكلم وليد عن مامته اللي كانت تعبانه او مريضه. بقول my mother didn't go to work today. ماما لم تذهب للعمل اليوم. بسأل سؤال هنا قال لي because she is ill، يبقى اقدر اقول له هنا why didn't she go to work today؟ ليه هي ما راحتش الشغل؟ why didn't she go؟ قال لي because she is ill، لانها تعبانه. طبعا هنا كان عندي مصطلح لما بسمع خبر سيء بقول I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. حزين اني بسمع الخبر الوحش ده. بعد كده بسأل سؤال قال لي yes and he gave her some medicine. ايوه واداها بعض الادويه. طبعا اقدر اسأل هنا واقول did she go to the doctor؟ did she go to the doctor؟ هل هي راحت للدكتور؟ يا ادهم ده في شيت المراجعه حبيبي عندك اهوت، رابع صفحة عندك في شيت المراجعة. بعد كده بقول what did the doctor advise her to do؟ الطبيب نصحها تعمل ايه؟ اقدر اقول he advised her to stay in bed. to stay in bed تفضل في السرير. I hope she will get better soon. اتمنى لها الشفاء العاجل. اقدر اقول له هنا طبعا thank you او thanks. بعد كده هروح اشوف جزئية اللي تشوز. نمبر 1 قلنا روبرتاس فاميلي، تعتبر نفس الأسئلة اللي كانت عندك في النموذج الأول من شوية. ها روبرتاس فاميلي هوم ان ذا سيتي از بيج اند، قلنا طبعا بوصف البيت هنا انه بيج اند اتراكتيف، البيت كبير وجميل. شي فيلت وين سم من توك هير فادر فروم هير هوم، طبعا قلنا شي فيلت تيربل. ذير نيو هاوس از ان ذا كانتري نير لاين، قلنا اسمها railway lion. railway lion في حفظ الكلمات اللي عندك. he put his clothes in a big chest of، قلنا اسمها chest of drawers. street food sellers put their food، اسمها food stall. the teacher treats، المدرسة هنا بتعامل her children أطفالها، قلنا kindly. اللي why my daily، اسمها my daily routine. my daily routine. On Saturdays أيام السبت I usually، I الفعل عندي I مع usually أو always أو never، يبقى بستخدم الفعل في حالة infinitive بس اللي هي I usually spend، إنما لو هي هقول he usually spends. The children do not، وجود don't أو doesn't في الجملة بيعني بعدها مصدر، وجود don't أو doesn't يعني مصدر، يبقى أقول له هنا do. They go to school on holidays، طبعا هنا أقدر أقول they never، وقلنا خلي بالنا من الجملة دي لوجود كلمة holidays أو Fridays أيام الجمعة أو الأجازات، يبقى بقول never go to school مش بنروح مدارس. بالنسبة لجزئية correct بقول فادي not wear a jacket today because it's very hot، طبعا أنا خصصت هنا كلمة today لأنها حاجة على غير العادي، حاجة على غير العادي، حاجة موقف مؤقت، يبقى بستخدم مضارع مستمر. مضارع مستمر يبقى فادي isn't wearing، فادي is not wearing a jacket today، ما هوش لابس النهاردة جاكيت because it's very hot، لأن الجو حر. The street food seller usually، هنا الفاعل مفرد seller، يبقى هستخدم هناك s المفرد اللي هي makes. she وبيقول لي not live in the city، دي جملة مضارع بسيط، يبقى بقول she doesn't live. doesn't live. I not have breakfast before school، اسمها I don't have. I don't have. يا سير ما ينفعش أقول I haven't، ما ينفعش الكلام ده، اسمها I don't have. يبقى هنا she doesn't live وهنا بقول I don't have. ده بالنسبة للنموذج اللي عندي في كتاب المعاصر. هروح بعد كده لنماذج تانية من كتاب جيم. بقول هنا سلمى is asking her friend وفاء about her family. بقول can I ask you some questions about your family؟ الناس اللي عندها امتحانها ممكن يجي له محادثة، ممكن اجيب لك محادثة بسيطة زي المحادثات اللي قدامك دي. طبعا لما حد بيطلب مني هنا انه يسألني بعض الأسئلة can I ask you، هقول له هنا yes of course او sure. yes of course او sure. بسأل سؤال تاني قال لي there are five people in my family، يبقى اقدر اسأل واقول how many people are there in your family. how many people are there in your family. who is older you or your sister رودينا، عايز تقول لي رودينا is older than me ماشي، عايز تقول له I am older than رودينا مفيش مشكلة. بعد كده بسأل سؤال قال لي my father is an engineer،
طالما بقول وظيفة الأب يبقى هنا سألت وقلت What's your father's job? What is your father's job? أو What does your father do? What does your father do? Does your mother work? مامتك بتشتغل؟ بيقول لي she is a housewife. هي ست بيت. يبقى لازم أقول له هنا No, she doesn't. No, she doesn't. هروح لجمل الاختياري. بقول come and sit on this. قلنا طبعا هنا بختار كلمة صوفة لأن four people can sit on it. أربعة يقدروا يقعدوا عليها. يبقى أنا بتكلم على الكنبة. I saw أحمد's father on his, اسمها on his way, في طريقه, on his way to work, في طريقه للشغل. The family don't have much money, ما عندهمش فلوس كفاية. And now they are, ودلوقتي هم poor, فقراء. There are four on the sofa. الصوفة نقدر نحط عليها four cushions. Four cushions اللي هي أربع وسادات أو أربع مخدات. I can't come to the park because I should the house today. طبعا هنا مع الهاوس هقول له I should clean. أنا عايز أنظف البيت. أيوة يا محمد يا إيهاب. متوشد ده كان هومورك؟ أيوة تمام. تمام. كان هوم ورك ما كانش هوم ورك، هو ده شيت المراجعة اللي لازم تحله قبل الامتحان وأنا بحله معاك دلوقتي. ها شادي از ديف، شادي از ديف، شادي ده صم أو أطرش. فبقول هنا but understands us because we use sign language، بنستخدم لغة الإشارة. نبيلة فيلز إل، تبدو مريضة أو بتشعر بالمرض. So she is in bed. اسمها staying in bed. She's staying in bed. هي في السرير. مستر أحمد speaks English. خلي بالك بقى من الجمل اللي زي دي. speaks English طبعا هنا أنا عايز ظرف. الظرف اللي عندي هنا هو will. يبقى he speaks English will. مش good. will. علي a jacket today because it's very hot. It's very hot. يبقى علي isn't wearing. isn't wearing. I always milk for breakfast. يبقى أقول له هنا I always drink. ده بالنسبة للجزء ده. تعال للكوريكت. علي want to buy a new car. اسمها علي wants. علي wants. Why are you running? عايز ال ال واي من ده اللي هي quickly. Our football team will win because they are playing very well. مش good. Well مش good. Every day كل يوم يمنى walks to school with her brother. Walks. She walks. مضارع بسيط. محادثة تانية. بقول ندى is asking علا about what she is interested in. يعني interested in مهتم بيه. يعني أنا كده بسألها عن الهوبيز بتاعتها هواياتها؟ آه. What's your favorite hobby؟ ما أقدرش أجاوب إلا لما أكمل بقية الريدنج. ده بيقول لي هنا reading. خلاص يبقى أقدر أقول له هنا I like reading. أقدر أقول my favorite hobby is reading. أقدر أقول it's reading. يبقى it's reading. I like reading. My favorite hobby is reading. بعدها بيقول لي I enjoy reading at the library. يبقى أسهل هنا على المكان. يبقى where do you enjoy reading? Where do you enjoy reading? بسأل سؤال تاني. قال لي this book is about. طالما بقول this book is about يبقى سؤالي كان What is this book about? What is this book about? الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ Do you like library? طالما انا قلت بحب الريدنج وكنت في المكتبة يبقى sure هقول yes I do. Do you like? Yes I do. طيب can I borrow this book? ممكن استعير الكتاب ده؟ Yes of course. Sure. جمل الاختياري المهم عندي في النموذج ده بقول on Saturday يوم السبت I usually time اسمها spend time بقضي وقت. What time do you your homework اسمها do you do homework. What time do you do homework بتعمل واجبك امتى. It's usually easy to with people اسمها communicate with. Communicate with يتواصل مع. He has a small shop in the city center. He not food and drinks. معنى كده ان he sells. هو عنده محل بيبيع فيه. He sells. We have a big house where we live upstairs. عندنا بيت كبير. احنا عايشين في الدور الاعلى او الطابق العلوي.
but my grandparents live downstairs. يبقى عندها upstairs والأوبوزيت منها downstairs. You can see yourself in the، بنشوف نفسك طبعا في الميرور. On another day اسمها on a typical day. On a typical day في يوم نمطي، في يوم عادي. Rim gets up, goes to school and then helps her mother in her jobs. يبقى أقدر أقول هنا on a typical day. On a typical day. Who does uncle always sings؟ هو دايما بيغني. When he is working وهو بيشتغل، طبعا هنا أنا محتاج ال LY اللي هي happily. What Manal making؟ طالما عندي making يبقى أنا يلزمني am is are. Am is are. طيب ده أنا بقول منال، يبقى what is Manal making. عمرو to work by train every day، الوجود every day، يبقى أنا محتاج هنا فعل في المضارع البسيط مع عمرو، يعني مع هي أو شي أو إت، يبقى أنا محتاج للفعل اللي آخره إس، يبقى عمرو ترافلز. نموذج تاني، جزئية ال correct، بقول the children are singing، خلاص singing فعل يجي لي بعدها ال واي، يبقى loudly. It never، خلي بالك من الجملة دي اللي بستخدم فيها never والاس طبعا لوجود ات، مع هي وشو ات الفعل اخره اس، يبقى it never rains. It never rains، ما بيتمطرش. The farmers، الفاعل جامع عندي farmers يعني زي، ومديني جرو بس ناو يا سير. قلنا وجود كلمات زي look listen now at the moment يبقى بستخدم مضارع مستمر، يبقى the farmers are growing. Not you wearing، حبيبي انا كنت بقول لك do you wear، دو فاعل مصدر، انما ده انا مديني wearing يبقى بسأل ب are you wearing، are you wearing، are you wearing. النموذج اللي بعده، my father likes to read stories. The sofa، the sofa in the evening. هو بابا هيقرا فين؟ على الكنبه، على الكنبه، يبقى on the sofa. I usually my friends to have fun after I do، يبقى اسمها I usually text my friends، ببعت لهم رسائل نصيه. I text. All children like to sports. Sports هقول له do، مفيش do يبقى في play. You can catch a plane، البلين نقدر نركبها from the airport. When you invite a person، لما انت بتعزم حد to your house، they are your، هم في الوقت ده بيبقوا الجيستس بتوعك، ضيوفك. When you go on holiday، لما بتخرج في اجازة واسمها on holiday وزيها on trip، on holiday او on trip. You can put your clothes in a، قلنا suitcase في حقيبة سفر. ايه من دول someone who is between 13 19، قلنا ده تعريف التينيجر المراهق. سامي sign language at school now، لوجود now يبقى سامي is learning. مستر وليد to work he takes a bus، he takes a bus بياخد بس، يبقى معناها هنا ان he doesn't walk to work، مش بيروح ماشي، he takes a bus. That bird is flying very، flying انا بوصف الفلاينج بتاعه، يبقى انا محتاج لي ال واي، بدور ما لقيتش ال واي عندي، بس انا عندي fast اللي هي بتحمل داخلها ال واي، يبقى very fast. Correct. I usually محتاج للفعل في المصدر فقط اللي هي spend. He his car now. He و now قدامي now هي هاجر. يبقى بستخدم ام او زار واي ان جي، يبقى he is mending. He is mending his car now. He is a student. A student انا محتاج هنا الصفة من love. الصفة من love هنا اسمها lovely. يبقى he is a lovely student. بنت جميلة. Number four. بقول درايف، درايف ده فعل يجي لي بعد الفعل ال واي، يبقى درايف سلولي، درايف سلولي. وات از سليمان، حبيبي ما انا قلت لك اذا هيت، يبقى هنا اي ان جي دوينج. وات از سليمان دوينج ات ذا مومنت. دي طبعا الانسرز يا محمد، دي اجابات الاكسرسايز اللي احنا لسه شايفينها حالا، تمام؟ تعمل عليها تشيك وتاكد من اجاباتك. هروح بعد كده لنموذج تاني اللي هي نماذج اكتوبر من كتاب جيم برضو،
انتوا اخدتوه قبل كده في امتحانات اللي انا كنت صورتها وبعتها لكم، حليتوها قبل كده، برضه براجعها تاني عشان اختبارات الشهر. بقول بس ما wanted to get more information about Sarah's daily routine. بقول هلو هاو ار يو، هقول لها هلو اي ام فاين. بسأل سؤال تاني، قال لي اي اولويز ووك تو سكول، يبقى هاو دو يو جو سكول، وممكن اقول هنا هاو اوفن دو يو ووك تو سكول، او هاو دو يو جو تو سكول، هاو دو يو جو تو سكول، كيف تذهب الى المدرسه، وهاو اوفن دو يو ووك تو سكول، كيف او متى، كم مره بتروح ماشي فيها المدرسه. يبقى عندي اكتر من طريقه، وجود اي اولويز ووك تو سكول يبقى هاو دو يو جو، ازاي بتروح المدرسه، اي ووك، هاو اوفن دو يو ووك، كم مره بتروح ماشي المدرسه، اي اولويز، دايما. يبقى اي اجابه تناسبك اكتبها. بعد كده بقول لك واي. طيب اللي بيقول لي انا بروح المدرسه ماشي ده، هقول له because it's near، because it's near، it isn't far، مش بعيده، عشان كده اروح walking. What do you do in your free time، بتعمل ايه في وقت فراغك، اقدر اقول I play with my sister مثلا، انا بلعب مع اختي، او اقدر اقول I watch video games او play video games. Great. سألنا سؤال، قال لي yes I do I have one sister، يبقى do you have any sisters، ايوه عندي واحدة. نركز هنا في جزئية الاختياري، بقول we نقط many activities، قلنا كلمة activities بستخدم قبلها الفعل do، يبقى اسمها do activities، بيمارس أنشطة. I sometimes share my books، اسمها share with، share with. Come and sit on this، قلناها لسه on sofa. Her computer doesn't work، جهاز الكمبيوتر عطلان ما بيشتغلش، so she might need، ربما تحتاج إلى computer engineer، ليه؟ to repair. Before you go on holiday، قبل الأجازة، you should sure، اسمها make sure، make sure، اتأكد. Did people use، الناس الصم بيستخدموا طبعا هنا sign language، sign language. The girls are playing in the club، playing أنا محتاج لـ LY يبقى happily. فاتن never، فاتن whenever، يبقى أنا محتاج للـ S. فاتن whenever يبقى أنا محتاج للـ S. arrives، وقلنا طبعا النقطة ديت خطأ أساسا، إن أنا أقول arrives أو arrive أو arriving، الفعل نفسه غلط، المفروض كنت قلت gets، gets to school معناها تصل للمدرسة، مش arrive to school، لان ما عنديش arrive to، arrive اللي عندي يا اما arrive at يا اما arrive in. يبقى اشيل، هنختار طبعا الاس حسب ما هي موجوده، واحذفها كلها واكتب مكانها gets. صح. Where your father work، father work، يبقى اسال هنا بdoes لوجود المصدر work، يبقى where does your father work. علي a jacket today because it's very hot، طبعا الجو حر، يبقى he isn't wearing، هو مش لابس النهارده، isn't wearing. دو علي لايك، لا الصح هنا ان انا بسال عن علي او هي او شي او ات بدز، يبقى دز علي لايك. every day سلمى walks، they لوجود at the moment يبقى اقول له they are studying. she entered the room quietly اللي واي. What time؟ ومديني the party start yesterday، خلاص يا باشا يبقى did، ليه؟ لأن عندي yesterday، يبقى بسأل بديد والفاعل والمصدر. ده نموذج أكتوبر. نموذج تاني، الناس معايا ولا نمنا؟ الناس معايا ولا نمنا؟ محاي كثير، محاي كثير. اللي مش فاهم حاجة يقول لي استنى هنا نشرحها تاني، تمام؟ تعالى نشوف نمبر 1، يلا يا سامي. بقول I had with the most important scientist interview. interview، كمل. I have a new mobile phone so I can my friend text. text. he has garden full of flowers and trees. attractive. بوصفها انها attractive. I saw a beautiful on the floor in front of my sister's living room. carpet. carpet طبعا لوجود floor. كملي يا سما. There are four on the sofa. سما مش موجودة. سما مش موجودة. كلام جميل. طيب نور، يا نور.
There are four questions. four cushions طبعا، اربع وسادات او مخدات. كملي. if you are tired arrest، المفروض كان قال لي have او take، ما فيش have او take، يبقى ما عادش عندي غير get. on an odd day اسمها ايه يا ماما على طول؟ on an odd day، طيب on a تبكي typical day، on a typical day. number eight، the sun never، the sun never معناها it never. رايس عايز اس على طول، عايز الفعل اللي اخره اس. تمام. ها، وات نوت يو لافينج ات، اداني لافينج اهيت، اي ان جي اهيت، يبقى بقول له وات بس ار ار، والاي ان جي اللي عندي. هي از ا كاب، هي از ا كاب اوف تي ات ذا مومنت، drinking. اي ان جي برضه. هروح بعد كده للكوريكت. يا هاجر يا هاجر يا هاجر، حضرتك يا سيدي، يلا. وي ميني رودز ناو اديز، ناو اديز هي ناو، nowadays they now our building are building. ها، عبير go always، هو في حاجة اسمها go always، always good always goes، always good. always goes، هنزود لها اي اس طبعا لانها عبير، يبقى goes. ها، how does he visit؟ ها، often how often، كم مرة، كم عدد المرات. how often، if you walk so، لو انت بتمشي you will miss the bus، مش هتلحقي الباص. ايه هي اول واحدة في الكمبيوتر تبقى ايه؟ slowly ال واي. ها، مالك جوت، مالك جوت، جوت. has، 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 مالك جوت. number one في هنا we بقول are building، we are building nowadays، we are building، بنبني، بنعمل، وعندي ناو. تمام، يبقى الخمس جمل مرة تانية. number one we are building، تانية بقول عبير always goes، how often، if you walk so slowly، slowly، بعدها بسأل هنا be has لوجود فاعل ثم got، وجود got، يبقى بسأل be have أو has. طب ده أنا بملك مفرد، يبقى has ملك got، has ملك got. نموذج اللي بعده، دليدا's mother is ill، مامي دليدا تعبانة. told my mother didn't go out، ماما ما خرجتش. هسألها وأقول لها ليه ما خرجتش، يبقى why didn't she go out، why didn't she go out. قال لي because she is ill، تعبانة. لما حد يقول لي إن في شخص تعبان أو أسمع خبر سيء، فأنا بقول I am sorry to hear that، ولسه حالين محادثة زيها بالظبط، I am sorry to hear that. بعد كده بقول she had an interview، كان عندها طبعا لقاء، for a new job، بالوظيفة جديدة. what did she do، عملت ايه. اقول له هنا طبعا، هنا she did it online، she did it online، او she attended it online، حضرته online from home، من البيت. فبقول online from home، وسألنا سؤال قال لي yes she passed it، نجحت، وكمان got the job، حصلت على الوظيفة. يبقى ممكن اقول هنا what happened، دي واحدة بس هنا مديني yes، يبقى لازم أبدأ بفعل مساعد وأقول did she pass، did she pass، نجحت، did she get the job، هل هي حصلت على الوظيفة. أيوة. بعد كده طبعا بما إنها نجحت وحصلت على الوظيفة، فهقول هنا خبر صار، congratulations أو well done، congratulations أو well done. محمد اتفضل. سيرما في أول واحدة ممكن أقول واي بس. ما انا مش حابب الفكرة واي بس دي يا محمد، لان انا دلوقتي نوعية الاسئلة الجديدة بتاعتي ان انا بكتب سؤال كامل واجابة كاملة، ما عادش نوعية اللي هي الكلمة الواحدة، الا اذا كانت المحادثة متفصلة بقى على انك تكمل بكلمة وبس، لكن يفضل طبعا لما بسأل هنا اسأل بواي كاملة. تمام. نروح بعد كده، كان عندي جزئية كوريكت، ماي فادر بيقول لي نوت درايف، يبقى هقول هنا every day، اقول my father doesn't drive، doesn't drive. what time does he، انا محتاج للفعل في المصدر بعد does، يبقى get بس، get. why are you، وجود are، يبقى هقول له هنا crying، why are you crying. she works very hard، مش hardly، hard وليست hardly، ده بالنسبة للجزء ده.
هروح بعد كده كان عندي نموذج تاني، روح للجمل الاختياري اللي موجودة فيه. في نمبر 1 هنا في الاكسرسايز ده او الامتحان ده، it's a shame that you can't come، معناها it's a pity. it's a shame بتساوي هنا it's a pity، لو فاكرين it's a pity that you can't come. النقطة الثانية، this is a photo of my sister's، اسمها sister's wedding، حفل زفاف. The teacher asked us to a research، قلنا مع research هستخدم الفعل do، اسمها do research. بعدها when I visit الفيوم، I visit هنا the beautiful اسمها nature reserves nearby. ساعات بيجيب لي نفس الجملة ويقول لي nature نقط، أقول له reserves. nature reserves نقط، أقول له nearby. يبقى ساعات بيسألني عن nearby اللي هي بالجوار أو منطقة مجاورة، أو river اللي هي reserves محميات طبيعية، أو كلمة nature نفسها. My aunt's new baby is laughing. يبقى أنا محتاج لي ال why، هو هيضحك سادلي ولا loudly؟ لا loudly بقى، is laughing loudly. سامي is he can't hear، مش بيسمع، يبقى الشخص ده دف. He puts his clothes in a big chest of، قلنا اسمها chest of drawers. I often، خلاص I عايز مصدر بس اللي هو listen. Has your father اداني have و has، انا محتاج للتصريف الثالث اللي اسمه got. It's important to drive when it's raining، طبعا من المهم انك تسوق العربية بتاعتك carefully، بعناية وبحرص طبعا، خاصة والدنيا بتمطر. I am ومديني look، يبقى المفروض هقول له looking. I am looking after patients، بعتني بالمرضى. My sister speaks، يبقى أنا محتاج لـ LY very quietly. بقول I shall، لا الصح هنا إن أنا أقول shall I. shall I bring you some water، أجيب لك مية، وأنت تقول لي أو لا. shall I. can we بعد كان وشال الفعل في المصدر، يبقى ست فقط. تعال نشوف نماذج تانية لذيذة جدا جدا بقى، ونشوف الناس هتقول ايه عندنا. شوية تركيز يا شباب، نماذج زي ديت ممكن تلاقيها قدامك تيبيكال في الامتحان. يلا احمد سامي. نمبر 1، my routine is the same as every school day. ديل my daily routine. سمية، how do you visit your uncle؟ often. how often طبعا كم مرة. نمبر 3، يلا يا سلمى، ايه من دول something you turn on or off to get water؟ تاب تاب طبعا دي اخر امين واحدة. الاخيرة، ايوه كده نخلي بالنا من السبيلنج. people without enough money، الناس اللي مش عندها فلوس كفاية، دول بنسميهم ايه يا هاجر؟ بور poor طبعا، poor are poor. يلا يا مؤمن، بقول what time your first lesson start، your first lesson واداني مصدر start، يبقى اسال بمين هنا؟ دو يا ولد your first lesson، listen السؤال عن listen يعني عن it، دز يبقى دز يا باشا، اصحى الليسون معناها it، يبقى دز your first lesson start. I have a lamp of the lamp on the bookshelf next to my bed، اسمها next ايه؟ انا برضو next ايه؟ to اللي هي تي او، next to، next to. الجملة اللي بعدها، يا يلا يا سمية، my sister likes to look herself in the mirror، ركزي قبل ما تجاوبي، ركزي قبل ما تجاوبي. at طبعا هنا look at herself بتبص على نفسها في المراية. my sister likes to look at herself، ببص على نفسي في المراية. سلمى doesn't، سلمى doesn't، اداني doesn't. ها كملي. سمية حضرتك يا سيدي ايه رحت فين؟ كمل. ها سلمى doesn't،
go to school. go طبعا. النقطة اللي بعدها أحمد، نهى arrives school early at، مع school هقول arrive at، مع school هقول arrive at، إنما لو قلت لوكسور أو كايرو أو ايجيبت اسمها arrive in. النقطة اللي بعدها the opposite of attractive، عكس كلمة attractive هي مين في دول؟ أجل. ugly. correct. بقول علي it's usually، الصح عندي إن أنا بقول Usually eats. usually eats. النقطة اللي بعدها number two، بقول يا نور دو سالم، دو سالم بلاي Does. اسمها does مع سالم. شريف likes reading، شريف likes reading، he not reads يبقى he He always. always reads. not often اسمها How often. how often. نموذج تاني، يلا يا سلمى، ايه من دولت is a room for sick people who stay in the hospital؟ Word. ward B. طبعا اللي هي الاجابه بي، W A R D، ward عنبر او جناح في مستشفى. to talk with the deaf، عشان نتكلم مع الدف you should learn، لازم تتعلمي ايه language؟ Sign language. ساين الاولى. تمام. I am looking for word 2، مهمه جدا الجمله دي، I am looking for word 2. To go. لا لا خالص، Going. Going. مش قلنا look forward to ing، ما Going. تتنسيش Going. look forward to ing، look forward to ing. ها، سالم wearing a jacket today because it's very hot، الجو حار، Isn't. يبقى isn't wearing، مضارع مستمر منفي. يلا كملي يا هاجر. This is the first time to get a plane، اسمها get a plane، get ايه؟ get on a plane، get on a plane، يركب طيارة. the skin of the zebra، الزبرة الجلد بتاعه عامل ازاي؟ Striped. striped، striped اللي هي بالدي. سالي اند نوها feeling happy today، feeling happy، وكان عندي الوحدة اساسا how are you feeling. تمام، يبقى اسمها سالي اند نوها are، سالي اند نوها are feeling. the news on TV، احمد، احمد هتبقى is boring. is boring. excellent. is boring طبعا هنا لان اتفقنا ان كلمة news تعمل معاملة المفرد، يبقى the news is، الاخبار is لانها مفرد، يبقى is boring. النقطة اللي بعدها بقول هنا I eat my lunch after going home، طبعا بناكل hungrily، hungrily بنهم او بجوع. اشرف is to school at the moment، at the moment وعندي is، يبقى اقول له is walking. I can swim، I can swim ايه حلوين؟ Well. will، Well. عايز الظرف من جود will. we can't go outside because it is now، it is now، it is Rain. raining ing. this exam is very، is very، is very، Easy. بعد is انا عايز صفة اللي هي easy سهل. look they are، look they are Painting. ing painting. تمام، ده بالنسبة للجزء ده، حد يعمل لي لينك وبعته لي يلا على طول دلوقتي.